وكأس من شنو؟ من معين. كأس من معين. الكأس لما يقولون كأس يعني مو فارغ، لابد يكون به شراب. هذا الشراب اسمه المعين. معين يعني خمر الجنة. معين إذا قالوا لك شنو معين؟ قول خمر الجنة. خمر الجنة شنو فرقه عن خمر الدنيا؟ خمر الدنيا أولا يسكر، يعربد، بسكر، أحيانا السكران يقوم يزوع وجع راس وياه، صداع، أحيانا يقوم يقذف. لكن خمر الجنة، معين الجنة، لا يصدعون عنها لا صداع ولا ينزفون ولا يقذف، عربدات هم ما بي، سكر ما بي. في آية في سورة محمد يقول خمر لذة اللش، بس بها لذة. ولذة خمر الجنة فوق لذة الطعام والشراب والنكاح وكل اللذات، الله مخليها إلى في نعيم في خمر الجنة. ولكن من يشرب من خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الجنة، حتى لو دخل الجنة يجيبوا له من كل شيء لكن معين ما يجيبوا له. هاي عندنا روايات، اللي يشرب من خمر الدنيا إلا أن يستغفر ويتوب. نعم،